حياكم الله، السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في متابعتنا الخاصة بشأن انتفاضة تشرين المطالبة بإسقاط النظام في موجتها الثانية مع استمرار القمع الحكومي في المحافظات وبغداد، إذ تهاجم القوات الحكومية المتظاهرين بعنف مفرط عند جسري الأحرار والسنك، وتريد منعهم من الوصول إلى ساحة الخلاني التي أغلقتها بحواجز إسمنتية بعد ليلة دامية استعملت فيها قوات الحكومية الرصاص الحي ضد المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى وسط إصرار من المتظاهرين على المضي بتظاهراتهم. نرحب بدءاً مشاهدينا الكرام بضيفنا في الاستوديو بهجة الكردي الناشط السياسي المستقل، مرحبا بك استاذ سيدي نصير. حياك الله. تحياتي لكل مشاهدي قناة الرافدين، حياك الله يا سيدي. اهلا وسهلا. ومشاهدينا الكرام نبدا بضيفنا الان من بغداد الناشط في التظاهرات، معنا علي عاتب الناشط في التظاهرات، مرحبا بك. اهلا ومرحبا. كيف هي الأوضاع الآن في بغداد سيد علي، خصوصا في ساحة الخلاني؟ يعني ما الذي يجري هناك؟ في البدء أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. حياك الله. الحقيقة وتيرة المظاهرات في تصاعد بسبب الإصرار الغريب من الطغمة الحاكمة على امتيازاتهم، فلا زالت المظاهرات في تصاعد مستمر. نعم. خصوصا في منطقة الخلاني. اليوم والبارحة كانت الوتيرة أكثر تصاعدا، فيما أنه الخميس الماضي أو الجمعة كانت أقل وتيرتها. نعم. يعني ماذا عن الدعم الشعبي للمتظاهرين؟ كما تعلم هناك دعوات للجنة المنظمة للتظاهرات لمساندة المتظاهرين، هل ما زالت الحشود تتوافد إلى الساحات؟ نعم، لا زالت الحشود من كافة فئات المجتمع، نجد الصغير والكبير كذلك الناشطين في كثرة في ساحة التحرير، إضافة إلى امتداداتها إلى ساحة الخلاني وصولا إلى ساحة الشهداء. البارحة كان غلق للجسور الأحرار وكذلك الشهداء، اليوم فتحت الجسور، انحصرت المظاهرات في الخلاني وساحة التحرير. اليوم يعني الآن نذكر بهذا العاجل أسفل الشاشة، المتظاهرون يجتازون الحواجز الإسمنتية كما يظهر في أسفل الشاشة الآن عبر الرافدين، يصلون إلى ساحة الخلاني ويجبرون القوات الحكومية على الخروج. هل لديك معلومات بشأن هذا النبأ العاجل؟ سيد علي عاتب ناشط في التظاهرات، أنت معنا الآن؟ طيب ننتقل إلى السيد بهجت الكردي الناشط السياسي المستقل. الرئاسات الثلاثة بهجت يعني ذكرت، نعم، في آخر بيان لها أنها ترفض الحل الأمني في التعامل مع المتظاهرين، والقوات الأمنية أيضا قبل ساعة هاجمت المتظاهرين بعنف. إذن يعني ماذا تسمي هذا القمع المستمر؟ يا سيدي أنا لا أصدق هذه ما تسمى بالرئاسات، هذه المجموعة البائسة، هذه تأخذ تعليماتها من قاسم سليماني مباشرة، هو الآمر الناهي. هذه ديكورات أو إماعات. وبالمناسبة أفهم موقف برهم صالح، رجل حاقد على العراق أصلا منذ قبل الاحتلال وبعد الاحتلال، وكان يرفض كلمة عراق، أعداء العراق جابوه حطوا رئيس الجمهورية، فرضوه فرض على العراقيين وموقفه واضح. رئيس الحالي، رئيس الحالي برهم صالح. طبعا برهم صالح. نعم. وكان معارض سابق من أيام جلال طلباني، هو مع هذه المجموعة، هو أصلا ضد العراق. نعم. لكن تعرف لأن العراق ما إلى صاحب. نعم. إيران وأمريكا، إيران. نعم. وأمريكا فرضوا فرض في المحاصصة. نعم. طبعا. نعم. اختيار إيراني بامتياز. عادل عبد المهدي طائفي. عقائدي. نعم. خادم لإيران ومشروع إيران وعبد العزيز الحكيم وعمار الحكيم، يعني واضح الرجل عقائديا. يجب أن يلعب هذا الدور. بس أنا هذا الزغيروني أبو. نعم. الدهن مدى أفتهم شنو على يدين محمد الحلبوسي، انت ويا من علي من شنو قصدك؟
وجودك بهاي المرحلة وهذا هاي العملية اللي تصير بها القتل وذبح، يعني أنتم ما خايفين باشر من الشعب العراقي؟ يعني معقولة ما حاسبين أي حساب لهذا الشعب المنتفض؟ هو ممثل الشعب، تتحدث عن ممثل طبعا الشعب. ما هو محمد الحلبوسي مو رئيس برلمان. نعم. يعني شنو موقفه هذولاك؟ نعرف موقفهم من العراق. نعم. الاثنين حاقدين على العراق وانا مسؤول. اما انت ويا من يصغيروني، انت ويا من اردفتهم، يعني هذا الذبح وهذا القتل كل هذا انتم تصوروه هين؟ تصورون هذا الشعب العراقي انه بلعته ايران وانه راح يسكتون وانه هؤلاء راح يقبلون وراح تنطوهم رشوه وراح تنطوهم راتب 100 دولار بالشهر ويوميه توعدوهم؟ وكذابين. نعم. والشعب العراقي ايقن ان هذه المجموعه كذابين ودجالين. نعم. فتصور انه الى اليوم ده يجتمعون، وانا واثق انه تعليمات قاسم سليماني كيف ينفذوها؟ كيف يوصلون الى محاولات قمع الانتفاضه وانهائها، وعلى اساس انه راح تنتهي بنهايه ساحه التحرير؟ اقول هذه المره هذه العمليه لن تنجح. هؤلاء الشباب المؤمنين وعاشقين لهذا البلد واللي يقدمون هذه التضحيات اللي الحقيقه يعني ما كان أحد يتوقع. نعم. أنه عندنا بالعراق شباب بعد 16 عام من غسل الأدمغة، من إعلام فاسد، من سياسيين فاسدين، من أحزاب فاسدة، يظهر عندنا هكذا جيل تقف له احتراما يا سيدي. طيب الآن معنا أيضا من السويد من مدينة مالمو السيد عباس النوري الكاتب السياسي. مرحبا بك يا أستاذ عباس معنا. أهلا وسهلا بك وبالضيوف وبجميع المشاهدين الكرام، حياك الله. أستاذ عباس، الرئاسات الثلاث ذكرت في آخر بيان لها أنها ترفض الحل الأمني في التعامل مع المتظاهرين، وحتى القوات الأمنية قبل ساعة هاجمت المتظاهرين بعنف بحسب الأخبار الواردة. إذن ماذا تسمي هذا القمع المستمر؟ والله هو قمع من أول يوم التظاهرة، كان قمع أو قتل جماعي. نعم. وهذا مستمر، ولكن خططهم ممكن راح يزيد بهذه الكارثة بالقتل الشباب. أنا شفت لقاء لعادل عبد المهدي يقول نحن لا نستخدم، نحن في موضع الدفاع وليس في موضع الهجوم، ولم نستخدم القوة المفرطة، يعني قتل المئات وجرح أو استهداف آلاف، 12,000 شاب عراقي، هذا مو مفرط وما مستخدم القوة. فإذا استخدم القوة ماذا يعني؟ يعني حمامات من الدماء تسيل في كل مكان. فالمسألة أنه هناك خطط لاقتحام المظاهرات وبشكل جدا مفرط وبشكل كارثي، يعني نحن أمام كارثة إنسانية لم يشهدها التاريخ ولا في أي دولة من دول العالم. يعني الحكومة والرئاسات الثلاث كما ذكروا أنهم يرفضون الحل الأمني، وحتى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ذكرت أن قناصين استهدفوا المتظاهرين. يعني هناك تناقض ربما في التصريحات الحكومية وحتى البرلمانية. أخي العزيز، هؤلاء الرئاسات الثلاثة ومن خلفهم الأحزاب الحاكمة متمسكين بالسلطة، وأشار إلها خطبة الجمعة السيد السيستاني أنه يا أصحاب السلطة المتزمتين بالسلطة، انطاهم موعد نهائي. اتمنى انه بالنسبه للسلطات الثلاثه وحتى القضائيه، هؤلاء لم ينهوا حكمهم بالعافيه، يعني بطريقه انه يقدمون استقالتهم، وانما سوف ينهوها بالقوه، وينهوها بالقوة، وهذا من خلال الشعب المتظاهر، الشباب المتظاهر الذي الآن في موضع يرثى لها، في وضع كارثي، وليس فقط في بغداد
حرقوا خيامهم في كربلاء وفي البصرة، والقتل مستمر في كل مكان. وبعد التظاهر هناك اعتقالات، يعني رجل ذهب من السويد إلى العراق ليشارك أهله وأولاده بالتظاهرات، الآن مخفي ما حد يعرف عنه، وصحفي مختفي، يعني هم يتحدثون عن المندسين، وهناك مندسين من الأحزاب داخل المتظاهرين يتعرفون على أسمائهم على عناوينهم على كل شيء، ومن بعد ما ينتهي المظاهرة أو يذهب إلى داره إلى مدينته فيلقى القبض عليه، والمختطفين هم أعداد جدا كبيرة. سأعود إليك أيضا أستاذ عباس. أستاذ بهجت، إذن الرئاسات الثلاث تعهدت بمحاسبة من قتل المتظاهرين، مع العلم أنها قالت أنها يعني ترفض هذا الحل الأمني كما سمته، ولكن برأيك هل هي قادرة بالفعل على ملاحقة من قتل المتظاهرين؟ ومعروف هم معروفون أنهم من الميليشيات وفرق الموت الخاصة. يا سيدي تذكر قبل أسبوعين مو المرجعية الناطق باسم المرجعية طالب الحكومة خلال مدة أقصاها أسبوعين أن تعطونا من الذي يقتل؟ مو إجا الرد ورا أسبوعين هم طلع الناطق قال إنه هذا الكلام الرد غير مقنع، نريد الرد. تسويف. المفروض اللي جالسين مع الناطق يقولوا له وين موقف الحكومة؟ من ده يقتل؟ هذه ما تمشي، هذه ما ممكن أن يمشوها على الناس. هذه ما ممكن، هذا دم أبرياء ده يقتلون ده يذبحون ده يحرقون ده يستفزون من أجل أنه يطلقون عليهم النار. يقولون مندسين. طيب الدولة، يعني أكو بالمناسبة فيديوهات عراقية يطلعون القناص على السطح، المواطن يعرف وين القناص والحكومة ما تعرف. المواطن يروح يلقي القبض على القناص. أنا كمتظاهر في دولة يسموها ديمقراطية، هاي المجموعات البائسة يقول لك حسب الدستور من حق المواطن. طب من ده يطلق النار ومن ده يقتل ومن ده يستعمل الغازات؟ هذه العبوات الغازية المستعملة أخي نصير هذه عبوات حربية، هذه مو من الغاز المسيل للدموع اللي يستعمل في أوروبا، مو من هذا النوع، هذا قاتل، هذا غاز إيراني بامتياز مستورد للقتل، ليس للتعامل مع المدنيين في إنهاء تظاهرات حروب، هذا يستعمل في حالة الحروب وليس في حالة تظاهرات. أكثر من هذا يا سيدي، هؤلاء يعني على من يكذبون بعد؟ القتل مستمر وإلى اليوم وإلى قبل ساعة، يعني شفنا تظاهرات الخلاني. الشيء المؤلم يطلع عبد الكريم خلف هذا الدجال اللي جايبيه على أساس الناطق الرسمي، ما أدري الناطق باسم الحكومة ورئيس الوزراء، البارحة يكذب يقول له لا يوجد أي قتلى في الخلاني، بينما واقع الحال يقول أنه قتلى وجرح جرح بالمئات. يحاولون بشتى الوسائل أنه يعني يغطون على جرائمهم، لكن اليوم هؤلاء الثوار هؤلاء الأحرار وصلت كلمتهم إلى العالم كله. أنا أتابع البارحة في الجرائد النمساوية لأول مرة يذكرون عدد القتلى وعدد الكذا، وأنه الحكومة تستعمل القوة المفرطة وأنه هذا لا يجوز، يعني بدأ العالم الآن يحسب حسابات. كانوا يصورون أنه الشعب العراقي انتهى، وإذا بفضل الله سبحانه وتعالى خرجت هذه المجموعة من تحت الأرض لتذيق هؤلاء وتريهم أين ينمو الفلفل الأسود، أين يكون حب الوطن. أنتم خونة وعملاء، لكن هذا العراق ما يبيعوا أهله. ونحمد الله ونشكره، عشنا وشفنا هذا اليوم اللي أبنائنا في ساحات العراق وفي شوارع العراق وكلهم يطالبون بعودة الوطن لأهله. نعم. أيضا أستاذ عباس من مدينة ملمى والسويدية، أمس كان هناك اجتماع للكتل السياسية في مقر الحكمة، ترشحت حقيقة ورقة من هذا الاجتماع، كان أحد توصيات هذه الورقة هو الاستعداد للتضحية وتقديم بعض الخسائر، هكذا بحسب البيان الاجتماع، لمصلحة المتظاهرين لتلبية مطالبهم. يعني هل يعدون هذه المطالب خسائر؟
بالطبع خسائر من جيوبهم الخاصه. يعني الان لو نريد احنا نحسب ما يحدث في البصره وغلق الطريق امام النفط اللي كان يهرب واللي ينباع رسميا وفلوسها وين تروح؟ والآن التجارة أيضا في بغداد وبقية المحافظات هاي كلها بالنسبة لهم خسارة. يعني الآن الدخل اللي كان يدخل لهم شهريا بملايين ومليارات الدولارات الآن توقف بسبب هاي التظاهرات، لأنه قطعوا الطريق أمام جميع الإمدادات، الاستيراد والتصدير وتهريب النفط. وتقريبا احنا في صدد انه نقول انه بدت خزائنهم تنقص وليس تنتهي. فلهذا السبب ما يقدموه هو نقطة في بحر مما سرقوه خلال 16 عام من اموال الشعب العراقي واموال الاجيال العراقية، فبالطبيعي يعتبروا خسارة مع الاسف. معهد واشنطن سعد عباس ذكر أن العراقيين فقدوا ثقتهم بحكومتهم التي أخفقت بتلبية حاجاتهم الأساسية كما ذكر معهد واشنطن. يعني أمام هذه المعطيات لماذا يصر النظام السياسي على الاستمرار بكل هذا القمع؟ أصلا منذ 2003 في فكر وفلسفة هذه الأحزاب إنهم أتوا لكي يبقوا مدى الحياة، مدى حياتهم وحياة أولادهم وأحفادهم. فما كانوا يتصوروا في يوم من الأيام إنه بهذا الزخم، يعني حث التظاهرات 2011 و13 و14، لكن ما كانوا يتصوروا بهذا الزخم وفي كل أنحاء العراق ما عدا كردستان والمنطقة الغربية، وإن كان هناك تأييد ودعم لكنه قليل. كان مفروض من الشعب العراقي في كل مكان يناصر المتظاهرين. ولكن أستاذ عباس عفوا، يعني أليس هذا النظام السياسي قد جاء بحجة إرساء دعائم الديمقراطية في عراق جديد؟ يعني الآن هذا الشعب يعبر عن رفضه لهؤلاء الأحزاب الذين جاءوا منذ بدء الاحتلال عام 2003، فلماذا لا تستجيب؟ لماذا لا يتنحون عن مناصبهم بعد كل هذه التظاهرات وهذه الدماء التي تسيل؟ يعني الكثير من عندهم أتوا وهم لا يملكون شيء، يعني حتى هناك فضائح في دنمارك وغيرها لوكلاء وزراء ووزراء وأعضاء البرلمان ويتقاضون المساعدات الاجتماعية. أخي العزيز وجميع الأخوة والأخوات المشاهدين، هؤلاء الناس أغلبهم كانوا لا يملكون ولا شيء. لما وصلوا إلى السلطة وبدت مليارات الدولارات تعود عليهم بالمنافع، فليس من السهل أنه ترك هذه السلطة. هؤلاء ليس لم يأتوا من أجل خدمة العراق وخدمة الشعب العراقي. وإذا حسبنا واردات النفط خلال 16 عام ممكن يعيش كل أفريقيا برفاه، لكنه جاءوا لكي يسرقوا قوت الشعب وقوت الأجيال. فما يهمهم أنه ينقتل مليون أو مليونين أو أكثر ويبقوا في السلطة. الآن يستشيرون ما بينهم، ماذا نفعل لكي نقنع الشعب؟ الآن الشعب لا يقتنع بهذا الأمر. يعني الشعب ليس فقط أنه فقد الثقة بالحكومة، وإنما فقد الثقة بالنظام السياسي ككل. يعني هذا النظام السياسي اللي أوجدته أمريكا وبعض الأطراف الآن بدأ أنه فقط يدر عليهم بالمنافع وليس على الشعب العراقي، وإنما كان نقمة على الشعب العراقي. ولهذا السبب الشباب المتظاهر الآن يريد ينهي هذا النظام الفاسد بالكامل، ويريد نظام ويريد أناس يخدمون هذا الشعب ويعرفون كيف يتعاملون مع ثرواته من أجل رفاهية الإنسان العراقي.
أستاذ بهجت، بعد الاستهجان الشديد على موقف الأمم المتحدة ممثلا بممثلتها في العراق جينيف بلاسخارت، يبدو أن الأمم المتحدة قد غيرت نوعا ما من نهجها، أطلقت بريدا إلكترونيا لاستقبال بلاغات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. هل تعتقد أن الموقف تغير؟ هل هذا يكفي برأيك؟ هذا لا يكفي يا سيدي. هذا نوع من رد الرماد بالعيون. الأمم المتحدة أنا سبق وأن قلتها ومن 2003 أقولها شريكة بالجريمة، من الحصار إلى اليوم يذل يهان الشعب العراقي، يسلب يقتل، تحمى هذه المجموعات ويعرفون أنه حساباتها شقد بالبنك، ويعرفون من هم الفاسدين، ويعرفون كل شيء. لكن يجب أن لهذا من هذا اللي أنا قلت عليه قبل قليل، فرضته الانتفاضة. شبابنا فرضوا على العالم الاحترام. الآن في كل الفضائيات، في كل الجرائد الأوروبية يتم يعني دراسة الموقف. معقولة هذا هو الشعب العراقي؟ يعني معقولة هكذا شباب عد العراقيين وإحنا ما نعرف؟ الآن تتابع كيف تقرأ صدى هذه التظاهرات عالمياً عبر وسائل الإعلام أو في الرأي العام العالمي عموماً سابهجت؟ والله يا سيدي أنا أقرأها كالآتي، أنه فرضت ثوارنا، فرضوا على العالم أن يقفوا ويسمعوا بإصرارهم وضغطهم مطالبهم. نعم. وأنه في أكثر من جريدة أوروبية وحتى بريطانية وحتى أمريكية يستغربون أنه أين كان هذا الشباب العراقي مخفي عن الساحة، لأن هم مش كانوا يتصورون أنه الشباب العراقي صار كله يعني بحكم، تعرف أنت المجموعة البائسة هذه لما سرقت الأموال، نهبت الأموال، جاءت بالتزوير، جاءت بالموبقات، جاءت بالمخدرات والحشيشة من أجل أن لا يبقى نفس وطني بالعراق. تدمير مجتمع، تدمير البنى الأخلاقية التحتية كلها استعملت من أجل أنه يكونون مستأنسين، وأنه تصير أي انتخابات لو 10% يحضرون هم فائزين. لكن هذا الجيل حقيقة هذا اليوم يثلج الصدور. أنا أفرح لما أشوفهم يحرقون صور المعممين الإيرانيين في شوارع العراق. من كان يتوقع أنه أبناء كربلاء هتافهم إيران برا برا بغداد تبقى حرة وبهذه القوة، وهناك شهداء وهناك جرحى؟ والبارحة بالمناسبة عندي أخ من الديوانية يقول أستاذ بهجت شو أنت يعني تذكر كل المدن وناسينا؟ قلت لعمي على رأسي أنتوا أحفاد ثورة العشرين. هذه المجموعة الحقيقة أخي نصير خلقت تاريخ جديد للعراق، وممكن ألف سنة قادمة بهذه الجهود. بهذه الأرواح، بهؤلاء الأبطال، ممكن ألف سنة قادمة نضمن مستقبلنا ومستقبل أحفادنا وأحفادهم اللي موجودين على أرض العراق، ويقطعون دابر إيران بالعراق وبالمنطقة وحتى في سوريا وحتى في لبنان. الإيرانيين يعني مصدومين. سنأتي على إيران بعد قليل سابجت، ولكن أريد أن أخذ رأي أستاذ عباس النوري من مدينة مالمو السويدية، الكاتب السياسي. يعني بعد نداءات اللجنة المنظمة للتظاهرات طلبت المدارس في بغداد والجامعات في العديد من المحافظات أيضا جددوا نزولهم للشارع للتظاهر، ما هو البعد السياسي من دعم الحركة الطلابية لانتفاضة تشرين؟ له أثر جدا كبير. طبعا الطلبة هم المستقبل، هم اللي يديرون البلد بعد إنهاء هذا النظام الفاسد، وبعد الخلاص من السياسيين الفاسدين الذين سرقوا العراق. فهم الأعمدة اللي نعتمد عليهم. مشاركتهم إلى رد فعل كبير، وحتى محاولات وزارة التربية وغيرها والضغط على نقابة المعلمين اللي ما يحضر للدوام ينفصل ومن هذا الأمور، وتسجيل اللي كانوا محاضرين بعقود وغيرها لا يفي بالغرض، لأنه الإنسان يحرك ضميره داخله. يعني الآن في أناس أنا أعرفهم في السويد دخلوا المستشفى لكون
انهم يتابعوا ويشاهدوا هذه الجرائم اللي تحدث واولادهم يتقتلوا. يعني احنا نبكي في الخارج لامرين. الامر الاول نبكي لما يصيب شبابنا من قتل ودمار والامر الثاني نبكي لانه عرفنا حقيقه انه نهض شباب عرف حق الوطن وعرف معنى الوطنيه ولهذا السبب يضحي بكل ما يملك وعز ما يملك. هناك جالية كبيرة. وهذه هي فلسفة ثورة الإمام الحسين عليه السلام. نعم. إنه ضحى بكل ما يملك من أجل الحق. والله لا أعطيكم إعطاء الذليل. يعني أرادوا ذلة الشعب العراقي ولكنه فشلوا. فنهض هذا الشعب من جديد وأحيا فيه روح الوطنية المخلصة. فيضحي بكل ما يملك من أجل إعادة الوطن المستقل الحقيقي. العراق ليس العراق تابع لكثير من الدول شمال وغرب وبعيد وقريب. العراق فيه أكثر من 99 مخابرات دولية تحاول إسقاط هذا المجتمع خلقيا وأخلاقيا ونسيانه من المبادئ، لكن لم يفلحوا بل خسروا، والآن كشفت عوراتهم وأثبت الشعب العراقي للعالم كله أنه شعب ناضج، شعب ثائر، شعب يعرف حقه وقادر على تقرير مصيره ولا يقبل بأي تدخل كان من أي جهة كانت، من أي دولة كانت، قريبة كانت أم بعيدة. فيريد أن يكون الحل ويكون المصير العراقي عراقي وهو يقود نفسه بنفسه. لاحظنا في هذا الحراك يعني هناك وحدة الشعور الوطني في الداخل والخارج، وكما تعلم في السويد يعني جالية عراقية كبيرة وفي بعض المدن الأوروبية الأخرى، وكان لها وقفات يعني الجالية العراقية في السويد وقفات مشهودة بدعم هذه التظاهرات الأخيرة. كيف يمكن تفعيل ذلك لمساندة هذه التظاهرات وانتفاضة تشرين في الداخل برأيك؟ ما السبل والوسائل؟ والله أنا حاولت مع الكثير ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يا أخوان حاولوا أن تنظموا تظاهرات أمام السفارات الأمريكية في دولكم. نعم. لأنه يا أمريكا أنتم أتيتم بهؤلاء وأنتم ساندتم هؤلاء وأنتم اليوم تقفون وراء هؤلاء وتدعمونهم. الآن نريد الحل منكم. يعني هو التوجه إلى منظمات الدول العالمية، الأمم المتحدة، وأيضا أنا ذكرت في بداية ثورة مظاهرات تشرين في حلقة حوار مع أستاذ ماجد أنه الحل الوحيد أنه الأمم المتحدة تضع يدها على هذا، وإن كان هي فيها موظفين متخاذلين ومرتشين وما إلى ذلك كما يذكر البعض. الآن أستاذ عباس، إذا العراقيين جعلوا هذه القضية أممية أوصلوا صوتهم للعالم، والآن الصوت واصل للعالم، لكنه يضعون أنه لا مجال لهذه الحكومة أو لهذا النظام أن يفعل شيء إيجابي من أجل ويبدو الشعب. ويبدو أنها تحرك أستاذ عباس، الأمم المتحدة الآن تحت الضغط الجماهيري في العراق في الداخل والخارج، الأمم المتحدة أطلقت بريدا إلكترونيا لاستقبال بلاغات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في داخل العراق من انتفاضة تشرين. ولكن هل هي خطوة كافية؟ هاي مثل إصلاحات عبد المهدي، يعني أوبر تخدير. المسألة مين راد لها انه تستقبل انتهاكات؟ المسألة واضحة. نعم. ما شاء الله شبابنا دي ينقلون من البصرة مباشر، من بغداد مباشر. قبل قليل قناتكم نقل عن طريق احد المتظاهرين مباشر من ساحة الخلاني. وكل هذه الجرائم واضحة، وحتى بعض الاخوان راحوا الى المحكمة الدولية وقدموا واستقبلوا استماير، واحنا عندنا يعني ناس بالبرلمان السويدي ايضا تحدثوا وبهذا الأمور. يعني أكو ضغط، لكن هذا الضغط ليس بالكافي. الآن لو في 10 دول في دول العالم وفي أمريكا تكون هناك مظاهرات تطالب أمريكا بهذا الأمر، أنا أتصور راح يكون هناك حل، أو نعطي ضحايا أقل. طيب. مما
أستاذ عباس، أستاذ بهجت ومشاهدينا الكرام، سنخرج الآن لمشاهد مباشرة حية من ساحة الخلاني ونتابع ما يحدث الآن في مشاهد مباشرة عبر قناة الرافدين. هذه اللقطات الحية المباشرة من ساحة الساعة 4:35 من ساحة الخلاني تاريخ 10/10/2019. نعم، هذه مشاهد لساحة الخلاني في بغداد. هذه الساحة وسط بغداد قريبة من مركز التظاهرات، ويبدو أن هناك عنف تستخدمه القوات الحكومية وتستخدم الرصاص كما يذكر بعض الناشطين. تحاول القوات الحكومية منذ أمس تفريق المتظاهرين في ساحة الخلاني والسيطرة عليها، ولكن هناك إصرار من المتظاهرين على البقاء في هذه الساحة. وكما أعلم الجميع هناك ضعف متعمد من السلطات لإضعاف شبكة الإنترنت لكي لا تصل هذه المشاهد أو تصل بصعوبة للرأي العام. ساعة 4:40 ساحة الخلاني تاريخ 10/10/2019 وثق. إذن برغم القمع الحكومي هناك استجابة للجنة المنظمة للتظاهرات بدعم المتظاهرين، كما نلاحظ هناك أعداد كبيرة خرجت لمساندة المتظاهرين والنزول إلى ساحة الخلاني من الشباب وحتى الطلبة لدعم المتظاهرين في هذه الساحة. كانت هناك هتافات يعني تطالب بإسقاط النظام في ساحة الخلاني وتهتف باسم العراق. أستاذ بهجت، ونحن نشاهد البث المباشر الآن عبر الرافدين من ساحة الخلاني، برأيك لماذا هذا الإصرار الحكومي على إنهاء هذا الاعتصام أو الحضور أو التظاهر في ساحة الخلاني من المتظاهرين ومحاولة القوات الحكومية أن تسيطر على هذه الساحة؟ شوف سيدي، واضح من خلال الصور. نعم، استراتيجية الحكومة أن لا تخرج التظاهرات من ساحة تحرير. نعم، واستراتيجية تاج راسي يعني حصر المتظاهرين في مكان واحد، حتى في لحظة القرار في ساعة ليل مظلمة ممكن القضاء عليها. طبعا المكان اللي واضح استراتيجية المنتفضين والمتظاهرين التوسيع لأنه يشل حركة الحكومة على الجسور، وهذه محاور داعمة لساحة تحرير ساحة الخلان. ولهذا أقول لهؤلاء الشباب تاج راسي، رفعتم رؤوسنا بصدور عارية مع كل هذا القمع. أي حب هذا للعراق وأي فاسدين اللي يحاولون أنه يأذون هؤلاء بعد كل الذي فعلوه من موبقات؟ هذا هؤلاء من سيبني العراق، هؤلاء من سيعيد الابتسامة إلى شعب العراق وإلى أحفادنا وإلى أطفالهم وإلى نساء ولكن العراق. هناك تهديد حتى للفرق الطبية بعدم الحضور في هذه الساحات،
طالبت حتى الفرق الطبية أن تترك هذه الساحة. نعم تعرف أنت بدأوا ينسحبون لكن هذه فرق إنسانية اللي أسميهم جماعة تعالوا احتلونا لا قيم ولا أخلاق لا حد يزعل لأنه اللي يطالب الفرق الطبية والمفارز بترك الساحات معنى هذا يخطط لعملية إجرامية كبرى وأنا أقول لهؤلاء اللي موجودين من المفارز الطبية بارك الله بكم ورحم الله والديكم الوطن أهم من الفاسدين الوطن أهم من هؤلاء الأقزام التي جاءت بهم إيران وأمريكا إلى العراق الوطن هذا العراق اللي قدم للبشرية ما لم يقدمه أحد فوجودكم داخل الساحات وهذا تدري نوع من التهديد إلى موظفي الدولة لأن هم لما يهددون أنه التعيينات للمفارز أنه كذا يصورون كل شيء بالعراق ينباع ويشترى هذه المجموعات الفاسدة أنا أقول من الواجب الأخلاقي قبل الوطني على كل موظف في هذه الدولة أن يتفاعل مع هذه الوطن أهم من هؤلاء الزبالات الاحتلال الوطن أهم المفروض نقاطع العمل لن نذهب إلى أماكن الوظيفة ونقاطعهم ونقف مع أولادنا نساء بنات أطفال لأن النصر صبر ساعة هؤلاء قدموا الكثير ولا يمكن أن تذهب دماءهم سدى وأنتم يا أبناء الشعب العراقي تعرفون هذه المجموعة الفاسدة ما الذي قدمته منذ 2003 إلى اليوم لا شيء غير وعود وكذب ودجل ومحاسبة وكل هذا يدخل في باب الدجل هذه المجموعات البائسة حاولت جاهدة أنه تضحك على الشعب العراقي أنه عندنا حلول وعندنا مشروع وتغيير حكومة وتغيير دستور أقول كنس هؤلاء الفاسدين واجب أخلاقي قبل أن يكون واجب وطني أستاذ عباس النوري من مدينة مالمو في السويد يعني لجوء القوات الحكومية إلى هذا العنف المفرط الذي أدى إلى مئات القتلى وآلاف الجرحى وسط الحديث عن اجتماع قاسم سليماني بقادة الأحزاب لضرورة إنهاء هذه التظاهرات على الطريقة الإيرانية ما الخطر برأيك الذي يعني تخشاه إيران من هذه التظاهرات السلمية؟ إيران لها حدود جدا طويل مع العراق وتاريخ جدا طويل وتشابك العشائر مع بعضها وكثير من العراقيين يعني أكثر من مليون لما النظام البائد هجرهم إلى إيران بتهمة أنه تبعية إيرانية هاي علاقة يعني مو من السهل فصلها مو من السهل تجزئتها نأتي إلى لكن الشارع العراقي كان واعيا الاقتصادية كان واعيا خاصة في الجنوب الشعب العراقي كان واعيا للدور الإيراني وخصوصا أهلنا في الجنوب عبر شعارات واضحة يعني المسألة الثانية هي المسألة الاقتصادية لأن نتحدث عن دور إيران يعني كيف تصف هتافات الشعب العراقي وخصوصا في الجنوب بضرورة إنهاء هذا الدور الإيراني الموضوع له علاقة بالفائدة الاقتصادية اللي تدرها على إيران من خلال تصديرها لكثير من المواد وبالتالي تريد استمرار استغلال هذا الوضع بأي شكل من الأشكال المسألة إنه في أي دولة يعني الآن لتركيا مصالح في العراق فلا يمكن ضرب هذه المصالح ولكن الجميع يتفق بشكل أكبر الجميع يتفق بأن إيران لها الدور الأكبر في طبعاً صنع القرار السياسي بالعراق نعم وقد أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإيران لأن تلعب دوراً مهماً في صنع القرار السياسي داخل العراق كما تعلم طيب يعني أستاذ عباس هذه التظاهرات في لبنان والعراق إلى أي مدى يمكن أن تشكل تهديداً لإيران وميليشياتها وأذرعها في المنطقة كما صرحت إيران في أكثر من مرة إن لديها أذرعاً في المنطقة تسيطر على هذه المنطقة في بغداد وصنعاء وفي بيروت ودمشق بالطبع هذا حديث أنه تبعوا هذه الاستراتيجية منذ
يعني عشرات السنين وليس الأمر جديد. هاي التظاهرات ولكن استفحل الآن عليهم خطر كبير طبعا. نعم نعم تفضل. يعني هذه الهتافات الآن اللي تحدث في العراق يعلم الشعب العراقي مدى سلطة إيران على السياسيين العراقيين اللي هم بالسلطة، وأمريكا لا يعني إذا أعطت ضوء أخضر لإيران فهناك مقابل أكيد، لا تعطي شيء بدون ما تأخذ شيء أكثر. ولهذا السبب أنا لما أقول أنه يجب التظاهر أمام السفارات الأمريكية للضغط على أمريكا فإلى أثر أكبر مما أن يكون التظاهرات في ساحات مركزية معينة. اليوم في تظاهرات في ستوكهولم، في لينشوبينغ، في عدة مدن في السويد. فأتمنى أنه الأخوة الجالية العراقية في كل العالم تعيد النظر في تجمعات تظاهرات أمام السفارات الأمريكية والإيرانية وغيرها من السفارات، لأنه الشعب العراقي الآن لا يريد أي تدخل من أي جهة كان، إن كانت أمريكية، عراقية، إيرانية أو غيرها. نعم. الشعب العراقي يريد أن يقود نفسه بنفسه. صحيح. نعم. أستاذ بهجت، أيضا يعني المركز الأمريكي للدفاع عن الديمقراطيات قال إن الناس في العراق يريدون رحيل الاحتلال الإيراني. إلى أي مدى برأيك حركت هذه التظاهرات المياه الراكدة في العراق؟ هل تعتقد أنها يعني تمثل إيذانا لرحيل إيران فعلا من العراق؟ شوف يا سيدي، التجربة بالعراق أكدت أنه الحقد الفارسي كان رافعا، يعني الفرس بالمناسبة بعد الاحتلال كانوا رافعا للأمريكان، ومن هنا أمريكا أعطتهم سوريا وأعطتهم النفوذ أيضا في اليمن. اسمح لي أستاذ بهجت أن ننوه لهذا الخبر العاجل الظاهر أسفل الشاشة، استشهاد متظاهر برصاص القوات الحكومية وميليشياتها في ساحة الخلاني وسط بغداد. يعني ما ذكرناه تجسد للأسف على أرض الواقع، قلنا أن هناك قمعا متزايدا من الحكومة وميليشياتها. واضح بعد يعني تريد إبادة المتظاهرين بالقوة، وخصوصا من ساحة الخلاني، يعني تعد هذه الساحة أحد الروافد المهمة للمتظاهرين المعتصمين في المطعم التركي وفي ساحة التحرير. نعم. أتجاوز السؤال حتى أوصل رسالة إلى أهلي، هذه فرصة العمر للخلاص من إيران، علينا أن ندعم المتظاهرين المنتفضين من البصرة والفاو إلى أن نوصل إلى بغداد، ومطلوب من كل المحافظات العراقية ممكن، هذه الفرصة لن تتكرر مرة ثانية. هؤلاء مجرمون، دمروا العراق، سرقوا العراق، نهبوا خيراته، وهناك دعم لهؤلاء الفاسدين. نعم. اليوم الشعب العراقي يقدر يحسمها خلال أسبوع. نعم. مطلوب من كل أبناء المحافظات التوجه إلى ساحات المدن وإلى الشوارع لنصرة هؤلاء المظلومين في بغداد والمحافظات. مطلوب أن نقف ويا أهلنا مع وأخواننا المتظاهرين المنتفضين، لأنه الحكومة فارسية همها حرق العراق، ما تسأل لا على شيعي لا على كردي لا على سني ولا تشترينا كلنا، مشروعها هو الهيمنة على هذا العراق وأن تكون مصالحهم موجودة إلى البحر الأبيض. وهذه يا سيدي الآن فرصة تاريخية لأبناء الشعب العراقي، علينا أن نخرج في شوارع المدن، في الساحات، من زاخو حتى في الإقليم، لأنه الدور عليكم. لا سامح الله إذا انتصرت إيران وملاليها وقاسم سليماني، تصورون هؤلاء أخي يصور راح يتركون الأكراد مثلا؟ حرب عقائدية بالنهاية، هؤلاء عندهم مشروع عقائدي، كله مستهدف. طيب كله مستهدف يا سيدي. أستاذ عباس، إذن ماذا عن مستقبل هذه التظاهرات في العراق وسط هذا العنف المفرط الذي تستخدمه الحكومة وميليشياتها؟ إلى أي مدى يمكن أن يسهم مثلا إضراب العام، صمود المتظاهرين أمام هذا العنف الحكومي، في سقوط هذا النظام السياسي المتغطرس؟ إذا تسمح لي أستاذ بهجت، ذكر مسألة الإقليم وأنه مطالبة
بمحافظات الخروج، لكنه أنا سمعت بالأخبار ولا أعلم هل هي صحيحة أو لا، بأنه السيد مسعود البرزاني يرفض تغيير الدستور، يرفض تغيير المحاصصة وما إلى ذلك. أنا أتصور لو أنه الشعب الكردي وأهلنا في الغربية أيضا ساندوا هاي الحركة أو هاي الثورة الجماهيرية، فأكيد يكون هناك تغيير جذري، والتغيير يكون عراقي بالصميم والحقيقة، وأن مستقبلهم. لكنه أشير إلى هناك مخاطر، هناك مخاطر على المتظاهرين، وهذا ما يحدث في ساحة الخلاني أنه دليل. أنا سمعت تسريبات أخبار أنه بعض المستشارين أشاروا إلى أنه فتح المجال أمام المتظاهرين للدخول إلى الخضراء، ثم قصفهم في داخل الخضراء بدون أن يعلم أحد أو ينتشر الخبر إلى العالم. الآن ممكن أن هناك خطة أخرى، مع أنه سمعنا أنه استخدموا بعض الغازات، غازات الأعصاب. هناك صور قد تكون مؤكدة أو غير مؤكدة، لكن هناك خطر أكيد بعد هذا الحديث اللي سمعته من عادل عبد المهدي، أنه الحكومة لم تستخدم القمع المفرط أو أنها في الدفاع، فكيف لو كانت في الهجوم ماذا يحدث؟ فمعناته أن هناك خطة مشيرة إلى إنهاء هذه المظاهرات بمجزرة مجزرة جدا كبيرة. فالحذر الحذر من هكذا خطر وخطط إجرامية شيطانية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا ويحفظ العراق ويبعد عنهم شر الأشرار. أمين. ماذا تقول أستاذ بهجت بعد ما حصل الآن؟ قبل قليل هناك استخدام للعنف المفرط لدى هذه القوات الحكومية وميليشياتها في إنهاء الاعتصامات والتظاهرات خصوصا في ساحة الخلاني. شوف أخي نصير، تريد الحق له أخو؟ المرجعية تقدر تحسمها خلال ساعتين. تأخذ موقف بمنع هؤلاء الفاسدين من البقاء بالسلطة، وتدعم المنتفضين لأنهم مظلومين. المرجعية اللي حمت هؤلاء تقدر تحسمها خلال 12 ساعة. هؤلاء أبناء العراق الشباب ده يقتلون بدم بارد، وهناك موقف شرعي مطلوب الآن أنه يقولون لنا ما هو الموقف الشرعي من قتل أبناء العراق بهذه الطريقة الهمجية. يعني قابل عادل عبد المهدي والمالكي والجعفري والعبادي والمطلق وعلاوي وهذه المجموعة والهميم والصميدعي مكتشفين الطماطة؟ ما معقولة مكتشفين الطماطة. أثبتتم فشلكم، أثبتتم فاسدين، أثبتتم مزورين. الشعب العراقي ما يريدكم. المرجعية تقدر تحسمها بقصاصة ورق، قصاصة ورق، انتهى دوركم. هذا العراق ولاد، هؤلاء يقدرون يحررون العراق ويسوون دولة. هذه المجموعات اللي شالت على عاتقها هذا الجهد الأخلاقي من أجل غسل عار هؤلاء الموجودين الآن بالسلطة، هؤلاء ممكن يبنون وطن. وليست فلسفة بناء وطن. يعني معقول عادل عبد المهدي راح يبني وطن وهو عقائدي إيراني الهوى؟ ما معقولة يا سيدي. المرجعيات عليها موقف أخلاقي، يا إما أن تخرج مع المتظاهرين وتصدى أيضا بصدورها هذا الإطلاقات من أجل أن تحمي العراق إذا كانوا عراقيين. أما إذا كانوا مستفادين من هذه الحكومة ومن إيران نعم شيء مؤلم. نعم شيء مؤلم. المرجعية ممكن تنهي هذه المجزرة وهذه المأساة في 18-18 سنة، هاي 16 سنة تدعم. سيد عباس قبل قليل حذر من مخطط ربما يعني يريدون أن يعني يخدعوا المتظاهرين بفتح الطريق نحو المنطقة الخضراء لكي يبادوا. شوف يا سيدي، أنا سمعتها من عادل عبد المهدي يقول إحنا لحد الآن لم نستعمل كما باقي الدول، يعني يقصد على بشار الأسد استعمل. نحن في موقف الدفاع على أساس أنه ونحن ندعو إلى احترام قواعد الاشتباك على أساس كل متظاهر شايل آر بي جي.
نعم. وإحنا نعرف أنه هذه الحكومات الفاسدة ماذا فعلت بالموصل وبالأنبار وبالفلوجة وبتكريت وبكركوك، وشلون كان القصف والقتل والدمار بحجة مجموعة من عصابات داعش. طيب يا سيدي، شكرا جزيلا، حياك الله السيد بجت الكردي الناشط السياسي المستقل، ونجدد تحياتنا بسيد عباس النوري الكاتب السياسي من مالمو، نشكره الشكر الجزيل في ختام هذه المتابعة، ونشكر أيضا كان معنا في بدء هذه المتابعة علي عاتب الناشط في التظاهرات من بغداد. إلى اللقاء.